بس خلينا دلوقتي معانا كمان تليفون مهم جدا، وهنرجع نكمل كلامنا معاك يا احمد. معانا دلوقتي او عفوا عبر زوم، واحنا بنتكلم عن فكره الثانويه العامه انها مش نهايه الرحله ولا نهايه الطريق. ده عنوان الزوم اللي معانا دلوقتي. خلينا نستقبل مع حضراتكم نموذج تاني مشابه لنماذج كمان احمد ويمنى. معانا من المانيا دلوقتي دكتوره هاله غنيم، عضو برنامج الاساتذه الزائرين لتدعيم دور المراه في جامعات ساكسون. دكتور هاله قدرت انها تتجاوز الاخفاقات اللي حصلت لها في الثانويه العامه وفي الجامعه لحد ما اصبحت واحده من اهم الشخصيات في العالم اللي مسؤوله عن مشروع التراث الثقافي في العالم الرقمي. صباح الخير عليكي يا دكتور. صباح النور استاذ جمانة، تشرفت اني اكون معاكم النهارده. اهلا بيكي، الشرف لينا طبعا. يعني واحنا في البدايه بنتكلم، انا يعني خليني اقول لك انا مش مع كلمه اخفاقات، انا بشوف ان كل واحد نجاحه بيبقى بشكل مختلف. المجموع في الثانويه العامه او حتى يمكن التقدير في الكليه مش نهايه القصه، ولا هو ده اللي بيحدد معايير النجاح. واعتقد دي كمان هي خلينا نقول الكور او يعني اهم نقطه او نقطه انطلاق حكايتك. احكي لنا بقى ايه اللي حصل معاكي. والله هو أنا بتفق مع حضرتك تماما على نقطة إن هي مرحلة من مراحل الحياة مش نهاية القصة. أنا زي أي بنت مصرية، يمكن بس الاختلاف الوحيد إني عشت في قرية والتفكير ما كانش يختلف كتير، اللي هو أنت بتنمو وبتكبر على فكرة إنك لازم تجيب مجموع معين في الثانوية العامة عشان تدخل ما يسمى بالكليات، كليات القمة، طب، هندسة، اقتصاد وعلوم سياسية، إعلام. فبتفضل دايما في حته انه لازم تسكور البرسنتج معينه. انا واحده من الناس كان والدي نفسه ابقى دكتوره جامعه، والدتي كان نفسها ابقى طبيبه بشريه، وده يمكن كان مديلهم الاحساس ده لانه درجاتي في اعدادي وثانوي كان في اعدادي وابتدائي كانت عاليه، وتوفوا وانا طفله يعني، فيعني حتى ما كملوش المشوار. في ثانوية عامة في تانية ثانوي أنا كان السكور بتاعي 98%، وكنت علمي علوم. ثالثة ثانوي نزلت ل 93% و94% بالمستوى الرفيع، فأنا السنة اللي كان فيها 101% 102%، معرفش كانوا بيجيبوها منين، بس أنا كان حلمي حقيقي يعني إنه أنا أدخل فنون جميلة. ما كنتش مركزة قوي على فكرة، أنا كنت بدخل علم علوم عشان أرضي الناس حواليا، أو يعني عشان ما ينفعش يتقال إنه ما عملتش اللي كان مطلوب منها. بس في النهاية أنا كان عندي حلم، والفكرة إنه أنا فعلا كنت ببص لثانوية عامة على إن هي مرحلة، يعني أنا عديت ابتدائي وعديت إعدادي، فعدي ثانوي وهعمل بقى اللي أنا عايزاه في الكلية. ودي الفكرة اللي أنا عايزة أقولها النهاردة، انه خطط للخطوه من بدري، ولكن ما تخليهاش بالنسبه لك عبء. انا بسمع قصص غريبه عن ناس بتنتحر بعد الثانويه العامه. لا، دي مش نهايه الطريق، هي الفكره كلها انت شايف انت هتعمل ايه بعد كده. وبعد ثانويه عامه ما دخلتش الكليه اللي انا كنت عايزاها بضغط من الاهل، يعني دخلت كليه علوم. وحولت منها لكليه انا كنت عايزاها، او بمعنى اصح اقرب كليه للي انا كنت عايزاها ساعتها، اللي هي كانت كليه ازهر، قسم ترميم، لاني كنت عايزه ادخل في الاول فنون جميله، وما ينفعش اني احول من علوم لفنون جميله لانها كانت كليه غير ذات صله يعني. وبعد كده اتيحت لي الفرصه بمنحه تابع الفول برايت كوميشن، اني انا اروح اكمل البكالوريوس في امريكا. وسافرت امريكا وكملت في تاريخ الفن وحفظ التراث. عملت بكالوريوس، وبعد البكالوريوس اخذت منحه ثانيه من يونيفرستي اوف هاواي اتمنوا، و كملت الماجستير بتاعي في امريكا في تاريخ الفن وحفظ التراث. وحققتي قصه نجاح يا دكتوره هاله، واصبحتي النهارده نموذج مشرف، كلنا بنبقى فخورين يعني بوجود حضرتك وتمثيل حضرتك لينا بره. اعتقد دي في حد ذاتها قصه نجاح ورساله هامه جدا لكل طالب النهارده واقف قدام رغباته بيكتبها علشان يبعثها لمكتب التنسيق او يسجلها على الكمبيوتر علشان يعني يسجل الرغبه اللي نفسه فيها. ضروري جدا ومهم جدا اللي هو يتابع حضرتك ويسمع النصيحة الغالية اللي حضرتك قلتيها النهاردة، وأيضا يتفرج على النماذج المشرفة في الحقيقة اللي موجودين معانا النهاردة في صباح الخير يا مصر، واللي هم كانوا طلاب في ثانوية عامة.